يمكن عبد الرحمن كان يفكر نخلص الكورس بالضبط، والضغط اللي عليه ما قدر يتحمل، بالذات انه فارس صغير يعني في العمر، ما ننسى هالشيء. فهذا السبب الرئيسي اللي خلاه يرتكب هالخطأ. المفروض يعني يكون عنده صبر اكثر الى نهايه الكورس، لان الحاجز الاخير يعني والحاجز الاول بعض الاحيان يشكلون صعوبه كبيره للفرسان. بس حتى رمزي يعني متصدر الدوري، نعم، عنده 4 نقاط جزاء بالحاجز السادس. صحيح. طبعا الآن أيضا متصدر للدوري العربي مع رمزي الدهامي نفس النقاط لدى الفارسين، يعني عبدالله الشربطلي مع طوباليو 99 نقطة، وبالنسبة له مهم جدا يعني الفوز اليوم. شو رأيك بطوباليو؟ ما شاء الله عليه، حصان فظيع والله، يعني وصل جديد على، نعم وصل الحين، هاي الأول بطولة يشارك معانا في الإمارات، لكن السنة الماضية كان مشارك وحقق نتائج مميزة وفاز في السعودية في الجولات أيضا السابقة. فأتوقع أن حصان عنده خبرة، وعبد الله فارس ما شاء الله غني عن التعريف. 79 ثانية يعني مع الفارس لا ينهي المسلك، وعم نشوف أنه هو حريص يعني أنه ينهي بدون نقاط جزاء، لأن الجولة الثانية رح يكون مرتاح أكثر إذا ما عنده أي نقطة جزاء، لأن رمزي عنده 4 وأيضا عبد الرحمن عنده 4. نعم صحيح، أتوقع الحصان يمكن حصان عبد الله جاهز أكثر من حصان رمزي، لأنه وصل يعني الحين واصل الإمارات وما سوى بطولات كثيرة، فيمكن هالأشياء تساعده أنه يؤدي أداء زين اليوم. والحاجز رقم 10 عبد الله الشربتلي متصدر الدوري العربي، راح نشوف إذا ضمن الزمان وبينهي بدون نقاط جزاء. ممتاز، إذا ضمن الزمن 76 ثانية 41 جزء من الثانية، وبنال إعجاب وتشجيع الجمهور المتواجد. طبعا إذا أدى بنفس هالشكل يعني بيكون منافس قوي، أنا منافس قوي ويحصل على 20 نقطة.